نبدأ معاكم هذه الفقرة مع تقرير عن القدرات الشبابية، وهذه المرة مع إبراهيم النونو ضيف الزميل مهند قحطان في هذا التقرير. خلونا نتابع. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم معانا دكتور سليم. أنا دكتور، كيف حالك؟ معاكم إبراهيم في سيكس باك شو، برنامج تدريب مشاهير حيغير حياتهم. اليوم معانا نواب عدلي. هاي. اسمع، أي شيء ما يعجبك سوي كذا بوف الجمهور عشان هم اللي بيسألوا. ترى انتهى خلاص؟ طيب، السؤال الأول يقول لك، هل قد سرقت قبل كذا من أحمد سيف؟ أحمد، إيه تعرف أنت تاريخه يعني ولا إيش؟ ما تعرف، تعرف أنا مين؟ إبراهيم شخص عادي زي أحد، لكن الفكرة أني أنا انشهرت في المحتوى الرياضي لأني أنا كنت أقدم محتوى رياضي، وتخصصي ودراستي مختلفة تماماً. أنا دارس بزنس، فمختلفة تماماً عن الحاجات اللي أنا بقدمها. الرياضة والصحة هي هواية خدتها من أبوي أخويا، فقدمت صرت أقدم محتوى رياضي على أو صحي على الإنستغرام. هذه كانت بدايتي، كان عندي برنامج صحتك في دقيقة أقدمه في رمضان، وهذه كانت بدايتي وهذه اللي شهرت. لكن تخصصي والبزنس اللي أنا بسويه مختلف تماماً عن هوايتي وشهرتي أصلاً. صحتك في دقيقة كان برنامج جداً قوي، وأنا أول شخص قدمت محتوى رياضي وصحي على الانستغرام، لأنه كان وقتها الانستغرام متحول من 15 ثانية لدقيقة، فسويت برنامج صحتك في دقيقة ورياضك في دقيقة، فكون تفاعل جدا قوي ووصل على مستوى المملكه كمان على الشرق الاوسط، يعني حتى في الامارات، حتى في الاحصائيات حق المشاهدات اللي كنت اشوفها ما شاء الله كان بيوصل ارقام جدا قويه. وهذا اللي شهرني اصلا في البدايه، البرنامج هذا اللي وصلني للمرحله اللي انا فيها الان. قوة المحتوى هو كان، هي ما في قوة في المحتوى قد ما هو بسيط، يعني الفكرة كانت انه انا في اطلع في دقيقة اقول معلومة رياضية بدل ما تكون معقدة او صحية، بدل ما تكون معقدة وفيها معادلات كثير انا ابسط لك اياها. فمثلا احتاجك من البروتين، ترى احتاجك من البروتين 2 ضرب وزنك بيعطيك الناتج، خلاص انتهى، هذا احتياجك من البروتين. احسب كتلة الجسم واحسب وزنك واحسب طولك واحسب الكلام ده كله، اوكي علميا دقيق، لكن انت تبغى حاجة بسيطة تبدا عليها، هذه هي. فأنا كنت أطلع أبسط المعلومة عشان الناس تبدأ عليها. الشهرة والرياضة صارت لايف ستايل عندي، صارت أسلوب حياة. بقدم على وسائل التواصل الاجتماعي حاجات بتخص الرياضة، بتخص الصحة، وبنفس الوقت كمان بقدم حياتي الشخصية كإنفلونسر أو هنا وهنا وهنا. سيكس باك شو هو عبارة أني أنا أجيب مؤثرين أو مشاهير وأحول حياتهم من حياة عادية أو حياتهم هم لحياة رياضية وصحية وغير جسمهم. وفي أمثلة كثير على ناس تغيروا، منهم شاكر الله يعطيه العافية، نزل من وزنه من 150 ل90 بفضل الله ثم البرنامج اللي احنا سويناه، طبعاً مع الرياضة مع الشيء. فهذا الشيء حالياً أنا حرجعه أو حسويه بطريقة جديدة، بستايل جديد، بمعلومات جديدة، بحيث أنه الناس تستمتع فيه. البرنامج حيكون على اليوتيوب بشكل مرة قوي بإذن الله. الرياضة هو أسلوب حياة، كل مين يقدر يسوي رياضة. فيعني نصيحتي للشباب اللي بتقدم محتوى رياضي خصوصا على السوشيال ميديا، أتمنى إن هو يقدمه بطريقة صح وتكون بسيطة للمجتمع، لأنه فئات المجتمع مختلفة جدا. فلما أجي أنا أطلع كمحتوى رياضي أشرح لك عضلة البايسبس، العضلة العلوية كيف بتتمرنها، حيكون معقد جدا، لأنه في صغار، في كبار بتابعوك، في أطفال، في بنات، في عوائل بتابعوك. فلازم أنت تقدم محتوى يحس يناسب الكل، وطريقة طرح المحتوى تكون مناسبة إنه يقدر الكل يسويها. يعني هذه اللي أنا قد وصلت له. أول حاجة أحب أوجه تحية للجميع، شكراً للقائمين على البرنامج، وأحب أشكر دعم الناس لي ودعم الناس للحاجات اللي إحنا نقدمها، شكراً للكل. لكن عندي نقطة مرة حلوة ومرة مهمة لازم الكل يركز فيها، يعني أتمنى كل شخص في الحياة يمارس الرياضة من جد، لأنه الرياضة ترى أسلوب حياة بيغير حياتك تماماً. أشخاص كثير كانوا قبل ما يسوي رياضة شيء، وبعد ما يسوي رياضة حياتهم ترتبت، حياتهم صاروا عمليين أكثر حتى في حياتهم الشخصية. فأتمنى الناس تبدأ
تنتبه للنقطة هذه. يعطيكم ألف عافية على الحلقة الجميلة هذه، وشكرا شاكر على التزامك والحاجات اللي بتسويها. عفوا يا حبيبي. بقول كلمة بس قبل ننهي النقاش، عمرك ما توقف، أهم شيء تستمر حتى لو تبدأ بشيء بسيط. لا تسمع كلام أحد معين وتسمع كلام الثاني بعدين تروح للثالث، استمر على شيء. أهم شيء تبدأ في حاجة، أبدأ فيها، إذا بديت فيها كل شيء راح يبدأ يكون معك واضح.